النهاردة هندرس حرف جديد مع بعض، وهو حرف الواو. هنعرف حرف الواو بيتكتب ازاي، وهنعرف ايه كلماته، وهنعرف ايه اصواته. تعالوا مع بعض نعرف حرف الواو بيتكتب ازاي. دائرة صغيرة وخط مقوس لأعلى. تعالوا نكتب حرف الواو مرة تاني، دائرة وخط مقوس لأعلى. تعالوا نكتب حرف الواو آخر مرة، دائرة وخط مقوس لأعلى. عرفنا مع بعض حرف الواو بيتكتب ازاي. تعالوا نعرف مع بعض حرف الواو بحركاته التلاتة. أول حركة عندي اسمها فتحة، تاني حركة اسمها كسرة، تالت حركة اسمها ضم. واو فتحة و، واو فتحة و، واو كسرة و، واو كسرة و، واو ضمة و، واو ضمة و. تعالوا مع بعض نعرف كلمة بواو فتحة. واو فتحة و، وردة. الوردة دي بتكون ريحتها حلوة، وفي منها ألوان كتير، أحمر وأبيض وأصفر وألوان كتير. وردة واو فتحة. تعالوا نعرف كلمة بواو كسرة. واو كسرة و، وسادة. الوسادة هي اللي بننام عليها، هي المخدة، بس باللغة العربية اسمها وسادة. وسادة واو كسرة. تعالوا نعرف كلمة بواو ضم. واو ضم و، وضوء. كلنا قبل ما نيجي نصلي لازم نتوضى. وضوء واو ضم. كده خلصنا حرف الواو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.